بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مع قرب عيد الأضحى المبارك وما يصاحب هذه المناسبة الدينية المهمة من استعدادات وترتيبات للأسر المغربية خصوصا على مستوى اقتناء خروف العيد، قامت كاميرا جماعة عين بني مطهر وكعادتها بجولة ميدانية للسوق الأسبوعي للغنام، والذي يعتبر كنقطة تسوق مهمة بالجهة الشرقية، والذي تم تصنيفه كسوق نموذج بالمغرب بجولة تفقدية، وذلك للوقوف على أثمنة الأغنام المعروضة وكذا جودتها. نتمنى أن يروقكم هذا الفيديو، وشكرا للمشاهدة والتتبع. للإشارة هنا أن الأثمنة اللي رحنا كنعرضوها دابا في الفيديو هي كتتعلق بالبيع بالجملة. هذا 230 شحال؟ 2 ولا 2 واه كاين تاع المسكره وين باب نسوي 26 زعما داش. وكي داير السوق نتاع بالنسبه لك هذا النهار؟ لا السوق هذا النهار عيان عيان. واش كما كانش البيع ولا الشري؟ ما كاينش الشري، ما كاينش الثمن. كاين الثمن عاد شويه وشري. كاين شفتني جاو يشري وقال لك الثمن طالع اليوم هنايا على حساب التورير وعلى حساب. لا لا ودي صار الراجل زين ما طالعش ياك. البارح وجد خير منه ياك. الثمن ما ولي بلاد الغنم هذا 250 هذا مكان. وما عمل وما عمل وما عمل وما عمل وما السلام عليكم. 312 لا250 جملة. أرواح أرواح. ما الجماعة أنت عبقى. أودي إحنا يا بشارين إحنا ذاك المجد ودانو على استجواب المجد. وش نهضروا على أصحاب برقى. لا. ديال الوخ اللي هما اللي مقابلينها، والعلف ما معاونوناش، والدواء ما عاونوناش، هي ما بغاتش تنباع لنا في طول العره فيها العره بزاف. يعني الكساب راه معتمد على المسوسه. معتمد على المسوسه هذه الدغمه ياك. هذه الدغمه واه. هذا هو الاصل. هذا هو هذا هي الاصليه كاع.
هذه هي الضغمة الأصلية الحرة اللي عليها كل شيء. سلالة بني قيرة. كرا دير السوق الحج اليوم؟ شوية. كان شي بيع وشرا ولا واحد؟ سواك شوف المال باقي ما نباعش. الثمن كرا واصل؟ 240 250 الغليظ. هذا راك تهضر لي جملة ماشي. نهضر لك بالجملة الفردي مازال ما بانش. الفردي مازال؟ مازال ما بانش. هذا هو ساوي 80,000. 80,000 كلها غا شعير. هذا ما قالش من يشريها من هذاك العرض. واه طيب وهذا العرض الناس كيجي سيدي شي منهم كيتهموه لنا من العلف من الزرع اييه ولكن كاين اللي يزيد من كرش مو يا والله يا عندوش الدواء ما عندوش الا عنده شي دواء حنا ما طحناش فيه شريت الناس 200,000 300,000 الدواء ما صلح ليها ما عطاش نتيجه اي والله جبتي سير امين الله امين 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 الله يزين الوقت علينا وبعد علينا جمله تي مسرعين جمله فنيان ياك فنيان واش هذا الفرادي ما عطاوكش لا انت غير ساري شحال هادشي؟ الجملة 47 42 خرجوا 3 45 240 جملة190 190 سبب ما تقولات ما بقاش تكون عندي ياك هانيش كانت 190 صدق راه السوق ولا ما كانش السوق 170 جمله 177 اشحال هنا هنا 200 اخرى معطين 100 جمله 200 جمله هذا غير خفه انا باعوا بيزيد ولا ما يعرفون ايه ولا ما يقدر الله يسهل الله عليك280,000 نبلع الطريق واش عبد الله هاني هو يرقب خرفان خرفان غالي هذيك 180 خرفان غالية واحد
كلشي زعما تشوف.